الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره حمد المؤمنين الصادقين، ونشكره شكر العارفين المخلصين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمدًا عبده ورسوله ومجتباه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، لقد مضى شهر رمضان، شهر عظيم صمنا فيه طاعة لربنا، وأطلنا القيام استجابة لأمره سبحانه، قضينا فيه أسعد أوقاتنا تلاوة لكلام ربنا ومناجاة لخالقنا، فما أعظم متوبة الله لنا. لقد باتت مساجدنا بحمد الله لها دوي كدوي النحل، صلاة، دعاء، قراءة وذكر، وجدنا لذة الأنس بالله وذقنا حلاوة مناجاته. لقد تجملت مساجدنا بالقائمين الركع السجود والتالين لكتاب الله والذاكرين والذاكرات، وفرحت بهم مساجدنا. واليوم، اليوم يوم العيد، يوم الجائزة، يوم الفرح بطاعة الله وبالقرب منه سبحانه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إن للعبادات أسراراً ومقاصد وغايات يجب الحرص على تحقيقها، فالصلاة التي أمر بها الله والتي يريدها ليست مجرد أقوال يلوكها اللسان وحركات تؤديها الجوارح بلا تدبر ولا خشوع، بل هي التي يستحضر فيها المصلي عظمة المعبود جل جلاله، وتخشع جوارحه لذكر الله، وتحدث أثراً في سلوكه. ورمضان نصومه شهراً كاملاً تعبدنا الله فيه بأنواع العبادات، وهو كفيل متى أخلصنا لله بتغيير مجرى حياتنا، هو كفيل بأن يحدث في حياتنا أثرا وأن يقوي إيماننا ويجعلنا نستحضر رقابة الله جل في علاه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها المؤمنون، السكينة والطمأنينة والسعادة إنما تكون في كنف الله. قال مولانا جل في علاه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال عز من قائل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، 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 الحمد لله حمداً يتوالى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق،
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد عباد الله، من كان مع الله كان الله معه، ومن كان معه الله فمعه الفئة التي لا تغلب. فبقدر قوة الإيمان تنفرج الكربات وتتحقق المقاصد والغايات. قال عز من قائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال عز من قائل: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فمتى حقق العبد الشرط وهو التقوى، حقق له المولى المشروط، فكشف ما به من غم ورزقه من حيث لا يحتسب. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة. وانصر اللهم عبدك الخاضع لجلالك، مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووفق اللهم لما تحب وترضاه، وأفض على جنابه الشريف نعمك وأفضالك، وحفه بعنايتك يا الله وبوقايتك. اللهم أقر عين جلالته بولي العهد وطالع السعد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وأنبته النبات الحسن، وشد عضده بصنوه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي رشيد، وبكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة. كما نسألك يا الله في هذا اليوم المبارك أن ترحم الملكين المجاهدين مولانا محمد الخامس والملك البانية مولانا الحسن الثاني. اللهم طيب ثراهما واجعلهما في مقعد صدق عندك عند مليك مقتدر، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا عزيزا حائزا على كل خير، سالما من كل شر، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.